المدن في تونس يعانيون في اكتظاظ كبير نتاع حيوانات سائبة في الشارع. قاعدين نلاحظوا الناس الكل انه فما برشا قطار سمسايبين في الشارع وبرشا كلاب سائبة يحوصوا في شكل قطعة في المدن بتاعنا، وهذه ظاهرة غير صحية وظاهرة بيئية سيئة برشا. كيفاش نحدوا من الشيء هذايا؟ أول حاجة الناس ما عادش يلزمهم يهملوا يسيبوا كلابهم وقت عطسهم في الشارع. ثاني حاجة الناس اللي يحبوا يربيوا حيوانات أليفة في دارهم ينجموا يتصلوا بالجمعيات اللي تنجم تعطيهم كلاب للتبني. يلزمنا ننساو حاجة اسمها شراء حيوانات، ما عادش نشريو حيوانات أليفة، لازمنا نتبناو على خاطر عدد الحيوانات السائبة في الشارع كبير برشا. إذا باش يقعدوا هكاكا الدولة ماهيش بتلقى معاهم حتى حل، كان الإبادة الجماعية باش نمنعوهم من الإبادة هذية. يلزمنا نتبناهم في ديارنا، وراهم ما فما حتى فرق في الطبيعة وفي الزين وفي الشكل وما بين حيوان مشري بالفلوس وما بين حيوان تبنيته في الشارع.